قبل 3 أيام اتصل بي السيد قائد الفرقة التاسعة والسيد النائب وانطاني رقم، قال هاي امرأة محجوزة بيت واقع عليها البيت وصار لها يومين، فإذا ممكن أن تقدرون تساعدوها. باشرنا بتنفيذ الأمر وتبليغ عقيد أركان أمر فوج الأول. وصلها عقيد أركان أول يوم شاف حالة التعبانة كلش، فقدر أن يوصلها وقدر أن يوصلها المي يشربها بإيده من الشباك فقط، يعني تحت الشباك فقط فوقها والباقي المي كلها واقعة. فبالمقابل رجع مرة ثانية جاب لها أكل وبسكت وشربت وظل يوكلها، والسيارات الهمرات حاجزة الباب حتى ما يضربون أركان عقيد أركان أمر الفوج الأول. تمكن اليوم بعد ما أنجبنا الدفاع المدني أن يوصل الفوج الأول بأمرة عقيد أركان إلى المكان، وقسوا الشباك وطلعها وجابها بالهمر مالته ووصلت حاليا هنا، وهسه حاليا يكملون الاجراءات الطبيه لها ونوصلها ان شاء الله الى المستشفى. حسب اللي شفناه واللي صورناه يعني صار رمي هناك واطلاقات ناريه، ولحد الان هذا الرمي اللي تسمعه على مودها، لان القطعات انسحبت او اخذت الامراه وانسحبت الى هالمكان هذا لغرض اخلاءها. تم صدور الامر بالانقاذ هاي الفتاه عن تبليغ والدها ووالدتها على اتجاه الفرقه، بين اكو بنتهم واقع عليهم البيت بكامله. فتم شرع القوه، قوتنا الفوج الاول لواء 36 فرقه التاسعه مع الدفاع المدني، والفضل الاكبر هو الدفاع المدني. جهودكم سيدي كانت ويانا مفرزه ملحق ويانا بحيث امنا لهم حمايه، لان كانت الموقف قناص يرمي والدواعش ترمون علينا وقاذفات ترمي، فكان الموقف صعب جدا. فيعني كان العمل دؤوب، حمايه تامين حمايه زائدين المفرزه الدفاع المدني. فتحوا المنفذ الوحيد كان الخروج هاي الفتاه، فتحناها وطلعناها الحمد لله وشكر، وسحبناها هسه حاليا انتم هسه شاهدتوها البنيه. الفتاه بصحه جيده بس ما عندها اي، بس عندها جرح والحمد لله وشكر اسعافات. احنا عندنا معلومات انت يعني يومين تقريبا توكلها من الشباك. يا اخي هذا يعني لا تسني، هذا هذول مثلا يعني احنا هذول يعني هاي حاله انسانيه، احنا شنو يعني ماكو اي فضل عليه، لا عليه ولا على الدفاع المدني ولا على شو اسمه مراتبنا ولا ضباطنا. مساء يوم امس استخبرنا من العمليات بوجود حادث انقاذ في منطقه مشيرفه في شمال الموصل، والساعه 430 من هذا اليوم تحركت القوه بأمرتي اللي هي تمثل قوه الدفاع المدني من بغداد والموصل وكركوك الموقع الحادث، وبعد تامين المكان من قبل قيادة الفرقة المدرعة التاسعة البطلة استطعنا انقاذ احدى الفتيات من تحت الانقاذ بعد يومين من محاصرتها، وهي على قيد الحياة وبحالة صحية جيدة لا خدوش بسيطة، والحمد لله والشكر. واحنا مستعدين لتنفيذ اي واجب وفي اي مكان خدمة لاهلنا وشعبنا ومؤازرة للقوات الامنية البطلة من الجيش والجهاز مكافحة الارهاب والشرطه الاتحاديه والرد السريع، واحنا جنبنا نجيب وياهم في كافه قواطع العمليات في نينوى. تم التوجه بالساعه 430 من فجر هذا اليوم الى منطقه مشيرفه الثانيه، وتم اخراج الامراه من تحت الانقاذ وهي على قيد الحياه، وكان يرافقنا مع العمل هذا لواء 36 الفرقه التاسعة المدرعة.